السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة الشهيد البطل الطيار محمد الزواري الله يرحمه. وجه رسالة إلى المقاومة، إلى حركة حماس، إلى القسام، وبارك لهم إن شاء الله بالانتفاضة اللي حصلت نهار السبت. وفخر كبير إنه طلعوا طائرات الزواري ورفعوا أهل راية كبيرة لأهل تونس، وبتشكرهم انه ديما انه متفكرين انه محمد الزواري ديما معاهم وبالقلوب بالقلب معاهم. ان شاء الله ربي يفرج عليهم يا رب. وبتمنى من القسام انه الاسرى اللي عندهم ما يخرجوهم وما يسمعوا كلامهم، هم عم يضغطوا عليهم ويخصفوا على غزه مشان يحرروا الاسرى اليهود العدو الصهيوني. انا بتمنى منهم هي ومن اهل تونس انه ما يخرجوهم ابدا ابدا، ويضلوا مهما قصفوا مهما عملوا احنا محافظين على كلمتنا ان شاء الله وعلى المقاومه باذن الله تعالى.